السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد نوفيل فيديو. الوغ لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله فاتت لو سويفي ديال لي فيديو لي سبقو ديال لي شابيتر دو لوفر كانديد و لوبتيميزم. ديجا خدمت معكم تقريبا 13 شابيتر. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لو شابيتر نيميرو 14 اي لو شابيتر نيميرو 15. جمعتهم لكم جوج في اون فيديو باسكو الاحداث ديالهم متقاربين ومرتبطين بزاف مع بعضياتهم. الوغ جو سوي دي كو سي با لا بين دو فير اي ريفير دو فيديو اللي يكونوا فيهم نفس الاحداث نفس الحدث اولا كيتعاودوا كوم لا ديرنيير فوا اللي كنت درت معكم جو كرو في لو شابيتر نيميرو 11 اي 12. الوغ ان شاء الله اليوم لو سوي في ديال لو شابيتر نيميرو 13 اون فوا شنو وقع الكونديت في الشابيتر نيميرو 14 و 15 مع من تلاقى، شنو الحدث اللي وقع الرئيسي او الاحداث الرئيسيه اللي وقعت في هذا الشابيتر. قبل ما نبداو ان شاء الله، قبل ما نقرا عليكم هذا لو ريزومي ديال لي دو شابيتر باردون اللي كاينين مورايا، جيمري بيان انني نرحب بالناس الجداد اللي عاد انضموا للاشين، نقول لهم بونجور و بيان بونسوار، سا ديبون لو طون او فو ات اون لين و بيان le temps dans lequel vous voyez cette vidéo. نقول لهم مرحبا بكم في لاشين وغادي تشرفوني كذلك الا تابونيتو عندي في لا نوفيل شين اللي غادي نخلي لكم هنايا، ونخلي لكم كذلك الرابط ديالها في الديسكريبشن اللي غادي نكون فيها ان شاء الله لمية واحدة اخرى اللي غايشوفوا تشوفوا فيها ان كونتوني توت افي ديفيرون على هذا اللي مازال صراحه ما بديتش فيها، مازال جي با انكور la force je suis pas encore prête pour donner un contenu اللي يكون في المستوى ديالكم واللي يكون على الاقل مهم شي حاجه اللي تكون لائقه. الوغ شجعوني بالانضمام ديالكم، فعلوا جرس باش انفو نحط اون نوفيل او بيان اون بروميير فيديو تكونوا نتوما سباقين انكم تشوفوها، وكذلك تابوناو الى كنتو مازال ما ابونيش في هاد لاشين، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على حساب القرايه ولا على حساب لي فيديو ديال الفرنسيه. وكذلك ان شاء الله غادي نكمل معكم لي شابيتر ديال كونديد، وغادي نرجع للدروس ديال الانجليزيه. الا كنتو مع هاد الفكره خليوها ليا في لي كومونتير، و تابوناو عندي كذلك في الانستغرام اللي غنخليه لكم كذلك هنا، ودائما لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالي وبيان لي سوشيال ميديا ديالي كامل غادي تلقاوها في الديسكريبشن لتحت، باش هكذا الا عندكم شي سؤال ولا عندكم شي برودكسيون كريت بغيت نصحها لكم ولا نشوف لكم الاخطاء ديالكم على حسب الخبره ديالي المتواضعه جدا، مرحبا بكم في الانستغرام. الو ندوزو دابا للقرايه. لو شابيتر نيميرو 14 اي 15 كيقول انه كونديد اي سون سيرفيتور كاكامبو سانفوي فير لو باراغواي، سي ديرني sont reçus par le frère de Cunégonde. Virgule, Candide lui dit qu'il souhaite d'épouser sa sœur Cunégonde, mais son frère s'oppose à ce mariage et Candide le tue et s'enfuit encore une fois avec son valet. Je note le reste de ce paragraphe ou bien de ces deux chapitres. Alors, avant de commencer, كنتمنى انه يكون هادشي كيبان لكم مزيان، حيت ديرنييرمون جي روسي ان كومونتير كو الكتابه ديالي ما واضحاش وحتى الشرح ديالي ما واضحش، ما عرفش اش من مستوى خصني نبسط الشرح ديالي، حيت انا كنظن انني مبسطاه لاقصى حد ممكن. الوغ جيسبر تكونوا كتشوفوا الكتابه مزيان، درت لكم زوم شويه باش انكم تقدروا تشوفوا الكتابه مزيان. ودابا غادي نشرحوا اشنو واقع في هاد لي شابيتر. الوغ الفكره الاساسيه او الهدف الرئيسي اللي وقع ان كونديد هرب هو لو سيرفيتور ديالو اللي هو كاكامبو. لو سيرفيتور يعني الخادم او المساعد ديالو فير بلده الباراغواي، يعني اتجاه او نحو بلده الباراغواي. هاد زوج سي ديرني سون روشي بار لو فرير دو كونيغوند، استقبلهم الاخ ديال كونيغوند اللي ما عنده حتى شي اسم في هذه الروايه، و اغتنم الفرصه كونديد انه يطلب اليد ديال اختو منه، يعني يطلب كونيغوند من الاخ ديالها، قال لي انني جو سويت دو ماري افيك او بيان دو جو سويت ديبوزي تا سور كونيغوند، يعني كنتمنى انني نتزوج بها. اقترح عليه انه كيطلب اختو اليد اختو للزواج، الوغ كو لو فرير ديال كونيغوند رفض هذا الزواج هذا وقال لي انا جو سوي كونتر
ce mariage يعني il s'oppose à ce mariage وملي ملي رفض الزواج ديالو رفض الزواج ديالو هو واخته بالاخت ديالو كونديد ناض قتلو يعني القتل عند كونديد ولا شي حاجه سهله بزاف ناض قتل الاخ ديالها وهرب مره اخرى مع لو فالي ديالو اللي هو كاكامبو. هذا هو الحدث الرئيسي ولا الاحداث الرئيسيه اللي قدرت انني نجمع لكم في هاد لي دو شابيتر 14 و 15. جيسبر يكون شرح واضح يكون لي دي واضحه يكون كلشي مبسط حيت كنحاول ما امكن انا نبسط لكم قدر المستطاع. هذا ما كان بالنسبه لفيديو ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لهذا الكونتينيو ديال هاد لاشين هنا الاعجاب ديالكم وكنتمنى ان شاء الله تدعموني باللايك وتدعموني بالبارطاج باش لاشين توصل للناس كتار ويتعمل فائده على كل شيء. وان شاء الله انفو غنكمل معكم لي هذا لي شابيتر ديال كونديد والاوبتيميزم. ديرنييرمون لاحظت انه الكونديد ما مهتميش به بزاف صحاب الباك حيت ما عندكمش توتافي نورمال في الوطني، ولكن ديجا قلت لكم انه واخا ما عندكمش خاصكم تعطيو حقه باش تجيبوا نقطه مزيانه في المراقبه بالنسبه لماده الفرنسيه. المهم ان شاء الله انفو غنكملوا غادي نرجع نخدم مع صحاب الجهوي الدروس ديال اللغه ديال صحاب سيزيان وغادي نكمل مع صحاب الباك الانجليزيه. الا كنتو افيك سيت ايدي خليوها ليا في لي كومونتير وشجعوني باش انني نبدا في لا نوفيل شين ان شاء الله. يعني مازال كنفكر مازال كنقلب باش ندير لكم ان كونتينيو يكون في المستوى. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.